نتفكرهم بلكش في انتخابات اللي كانوا يصوتوا مجرد رقم بلكش يولوا يتحولوا من عبيد من عبيد يتحولوا الى ارقام انتخابيه الى اصوات تتحط في الصندوق وبعد تعود للسواني باش يخدموا غاديك لا عندهم لا اعياد رسميه لا ليبس شغل لا حتى شيء. هذه تعتبر فضيحه ووصمه عار على جبين الدوله اولا وعلى جبين الشعب التونسي زاد واحنا بيدنا ما نرضاوش انه ناس تعيش على مارش على هامش المجتمع هم عايشين على هامش المجتمع. حاجه اخرى نعاود نرجع جمعيه النساء الديمقراطيات ونحب نشد صحيح في الجمعيه هذه ماش حاطه في الاجنده نتاعها الموضوع هذا جمله معناها لا موضوع لا يعنيها ونعاود نرجع نقول راه موضوع اهم برشا من القبله واهم برشا من زواج التونسيه بالاجنبي لانها مواضيع تتفض في اسبوع لكن هذه المواضيع لازمها عمل دؤوب لسنوات باش تحلهم ومتعلقه بهم عائلات وقصر معاهم ومعاهم ناس ومعاهم مصير اطفال مصيرهم مجهول اذا كان على الاقل معنويه احنا مش منجمين نعطيهم الفلوس على الاقل نعطيهم صفه المناضلات نعترفوا لهم بالنضال اللي قاعدين يقوموا به حاجه اخرى فقط ولي بن زرد انا معناها ضحكني بحاجه كهو انه علم وكيل الجمهوريه معناها اول مره يشوفها العمليه المفروض قبلها صور سجنيه قبلها صور سجنيه لا وعلى المباشر كانت نسمع المباشر وملاك نفسها قالت كان المفروض انه اي عون امن يعني ينجم يوقف الشحنه هذه مع انه في نفس الفظاعات ترتكب راهو في المعينات المنزليات راهو مازالت راهو عمليه توظيف القصر والقاصرات خاصه راهي مساله ملف كامل وملف زاد فظيع.